كيميائية. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس، يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الإنسان ويهاجمه، ها، وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهاز التنفسي. قلت له ما لي خنقه يعني يلزم اخواني يقوم مثلا رقبته؟ قالوا لا. قلت لهم لعد شنو هو الفيروس؟ اله خشم اله حلق عيون. قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر. يعني رأسنا تنخيت، قلت انا اخو هذا يعني العراقي اللي ياكل بشر